بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد آله وصحبه الإخوان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كي دايرين الطويرات؟ كي دايرين الأهل ديالكم؟ كي درتو مع شي ولاعة؟ كي درتو مع الصيف؟ أجواء الصيف، نتمنى الله سبحانه وتعالى تكون الأحوال كلها ديالكم جميعا بخير وعلى خير. انتم كتشاهدوا معايا الأقفاص خالية من الطعام، من الحبوب والباطي كاملة، الطيور تيساينو، جوعتهم الصباح من المط، حيت لهم الأكل كامل. الأكل هو هذا، هو درته هنا، اللون ديالو هو راه تيبان. علاش درت فيه الزعفران؟ ها هو درت فيه الكركم، ودرت فيه الثومة، وزدت عليهم زيت الزيتون، الزيت البلدية، زدت عليهم زيت الزيتون، خليتهم يجوعوا شوية وداكشي إن شاء الله الرحمن الرحيم، باش نعطيهم باش ياكلوا باش يستافدوا إن شاء الله. كما قلت لكم هذه النافذة هذه ولله الحمد ربي يسر، ولا عندها واحد الدور كبير هنايا في هذا البيت الصغير ديال الطيور. النافذة الأولى هي هذه، وهذه دابا ان شاء الله الحمد لله نفعات بزاف، ولا الهواء هنا تبارك الله مزيان. اوه واش نقول لكم، اللهم لك الحمد، هذا نعم ديال الله علينا. دابا درت هنا واحد الشبيك، عندي بوعميره كاين على برا، درت هنا شبيك باش ما يدخلش هذا الاخر الشجر الكبير، كيتسد هذاك الشيء ما تيبقاش يشوف هو، ولكن هنا لاحظتوا هذه الايام تيجي بزاف. وانا ندير له هذا الشبيك، وبما اني درت الشبيك غيولي لي الشرجم شويه صعيب في السدان والحلان ديالو، درت له هذا السيور هادو وكنجرو من هنا هكا، وكيعاود نجر الجهه الاخرى. ها هي انا نشدها ونحلوه ان شاء الله الرحمن الرحيم. ايوا هادشي اللي كاين الطيور. ان شاء الله انا غنقدم لهم دابا الاكل، باقي ما بدلت لهمش الماء هذا الصباح هذا، قريبه دابا ان شاء الله الرحمن الرحيم هذه الوحده الله رب غيبدا يسخن الحال هنا. دابا غادي نقدم الماء ان شاء الله والاكل، ونخلي الفريخات ديالي يرتاحوا مع راسهم ان شاء الله الرحمن الرحيم. هادشي اللي كاين، اي اللهم لك الحمد والشكر. ما تنساوناش من الدعاء ومن الدعم ديالكم كما عودتونا. اغلبيه ديال الاقفاص حيدت عليهم الصغار ديالهم، درتهم في المسارح كلهم، الصغار راهم في المسارح هنا. اللهم لك الحمد والشكر. اين هادو؟ كلهم في المسارح هنا، اللهم بارك. الحمد لله، هذا النتيج ديال البلوستر من التجربه اللي درت مع داكار ديال تيمبرادو وانثى ديال البلوستر، عطات هاد الوليدات هادي الانثى، وهادو هما الصغار ما شاء الله كيخافوا، ولكن تبارك الله زوينين، اللهم لك الحمد. تيخافوا هاد الأنثى هادي حتى هي راه عندها صغار، وحتى هي درت ليها نفس العملية، ذكر تيمبرادو مع أنثى ديال بلاستر محمر. ويدي الله خير. غندير إن شاء الله بتقديم الأكل للطيور كيما قلت لكم، كيما القاعدة بعضها هو هذا، وحدة جوج كل طائر صافي، هذا هو العبار اللي كنعطي كل طائر. مكانو جوج ديال الطيور القفص كنعمر ليهم في المعلقة، هادشي اللي كاين، متنفوتش هاد العدد. سواء كان الاكل بالدواء او كان بلا دواء، انا ولفت الطيور ديالي هاد الكميه ديال الاكل، نهار
النهار كامل ديالهم تياكلوها، الحمد لله ما كاين حتى شي حاجه خايبه، اللهم لك الحمد والشكر. يعني هذا السيستم غادي ليا مزيان مع الطيور ديالي، تياكلو داكشي اللي يسر فيه الله سبحانه وتعالى، وتيبقى ما تقويوش قوة الأكل في المعلافات وتخليهم الطيور. في حالة لك الإنسان غيسافر لا غيغيب واحد اليومين ولا، ياخذ الاحتياط ديالو ويدير معلافة اقتصادية دوك الكبار، ويكثر من المشرابيات ديال البلد، ويحاول باش ما يكونوش معرضين للشمس او للمكان تيكون سخون. هذا الشيء اللي يطلب الله سبحانه وتعالى، كما قلت جوج المعلقات كافيه لكل طائر. هذا الشيء اللي كاين يا اخوان. يلا خليكم حتى نكملوا ان شاء الله مراحل، ما تنساوناش الدعاء ديالكم.